الوقت هلا هو لفقرتنا الاخيره بعالم الصباح، منتابع فيها كل تحضيرات اطباقنا لليوم اكيد مع شيف حسين ورشيد ملح. صباح الخير غاده، صباح الخير لكل المشاهدين من جديد. اول طبق المعكرونه بالخضار مع البروكولي والباذنجان سكبناه وصار جاهز. طبعا فينا نحط رشه جبنه بارميزان على الوجه حسب ما انتم ترغبوا، لكن هيدا اول طبق مثل ما عم بتشوفوه بالكريمه. عندي ثاني طبق، هون في عندي زيت زيتون وفي عندنا زبده وحصه ثوم، هودي اهم شيء لنكون عم نعمل حيلا نوع من انواع الباستا لازم نحطهم زيت زيتون وزبده وثوم. رجعت ضفت بندوره وضفت الباذنجان، وهلا صار الوقت لجيب بندوره مطحونه. كمان بدي اضيف البندوره المطحونه بهالشكل، ومنضيف اوريجانو، ومنضيف ملح، بالاضافه للفلفل الاسود، وبنحركهم كلهم مع بعض بهالشكل. ومنجيب ايضا مثل ما عم تشوفي الباذنجان، رح جيب عندي المعكرونه البني كمان بني. يلا حط. اوكي طيب يكفي، اخذنا الكميه الكافيه. طيب منيجي لاخر وصفه لحلقتنا لليوم، زيت زيتون مثل العاده، بالاضافه كمان للزبده، لكن في عندي من الزبده وايضا زيت الزيتون. طيب حط. شو رح نعمل هلا؟ هون رح طفي النار، هيدا الطبق صار جاهز عنا. طيب رح اخذ ثاني سؤال بهالوقت. بدك تسكبه؟ رح نسكبه، بس خلينا ناخذ اول سؤال، ثاني سؤال لحلقتنا لليوم. بالنسبه للكريم كراميل، ورح اعطيكم مقادير الكريم كراميل، بدنا صفار بيض 7 حبات، بدنا كريمه 250 جرام، حليب سائل ايضا 250 جرام، لكن 7 صفار بيض، كريمه 250 جرام، حليب سائل 200 جرام، بدنا سكر 100 جرام، وفانيل بدنا رش. هول المقادير طبعا للكريم كراميل. اما بالنسبه طريقه التحضير، بنحط نحن بنخلط صفار البيض كثير منيح مع السكر، بس لحتى يدوب السكر مع صفار البيض بنخليه هون على جنب، بنحط كريمه وبنحط الحليب السائل على النار لحتى يغلو، منشيل كميه لحتى نعمل نحن اعتدال بين صفار البيض وبين الحليب، منشيل طبعا كميه من الحليب والكريمه، منضيفهم فوق صفار البيض، بنخلطهم مع بعض، وبنرجع منضيف خليط صفار البيض فوق الكريمه والحليب الموجودين قدامنا على النار، وبنخلطهم لحتى يغلو. بعد ما يغلو منجيب نحن كاسات طبعا بنسكب فيها الكراميل، بالاضافه بنحط الكريمه، ومنجيب بان ماري او صينيه، بنحط بالصينيه بكعب الصينيه مي، وبنحط الكاسات بالصينيه. طيب هول الكاسات بنحطهم بالصينيه، وبنفوت الصينيه على الفرن على حراره 180 تقريبا، بدهم حوالي 45 دقيقه لحتى يتماسكوا، او فينا نحن نختبر اذا صاروا جامدين عندنا الكريم كراميل بالصينيه، بنهز الصينيه شوي ببين، اذا هزوا بيكون بعد ما استوى، بيكون بعد ما تماسكوا عندي خليط الكراميل. هيدا كان بالنسبه ثاني سؤال لحلقتنا لليوم. طبعا غاده انا بهالوقت كمان برجع بذكر مره ثانيه المشاهدين، اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسالنا اياه فيكم تتواصلوا معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشه. ومثل ما شفتوا اخذنا نحن سؤالين لحلقتنا لليوم جاوبنا عليهم طبعا، وكل يوم نحن بنجاوب على الاسئله. في اشي عم بتفرقع هون، رح اضطر اني انسحب. يلا هون حطينا نحن خليكي، هون حطينا ثوم، حطينا زبده، حطينا زيت زيتون، بالاضافه للبندوره الكرزيه مع السبانخ. شو رح اعمل؟ رح اجي جيب الافوكا بهالشكل.
طيب رح اخذ الافوكا عالنار حط الافوكا مع السبانخ مع البندورة الكرزية اوكي بهالشكل كمان بنقلي الافوكا شوي بس يعني هيدا طبق كتير طيب سبانخ وبندورة كرزية وافوكا وزيت زيتون وزبدة وثوم مثل ما عم بتشوفوا بضل في عندي المعكرونة السباجيتي رح اجي ضيفها فبهالوقت شو رح اعمل رح اجي ضيف الطبق الثاني اللي هو مع الباذنجان مع الباذنجان وصلصة البندورة اوكي طيب هون مش غلط نحط لنا او نزين بكم حبة بندورة كرزية بس بهالوقت خليني اجيب الباستا يا عبد اوكي خلينا نقلبهم يلا اوكي عزيزي. مثل ما عم بتشوفوا مع صلصة الافوكا اوكي طيب بنخفف النار تحتها وبنجيب لنا رشة ملح وبنجيب لنا رشة فلفل وهون عندي البندورة قبل ما احط البندورة الكرزية رح جيب من جبنة بارميزان اوكي نحط رشة وايضا كمان نضيف نزين كم حبة بندورة كرزية كمان نحن فينا نزين بالحبق الاخضر او فينا نزين بالنعناع انا رح جيب نعناع ايضا حط كمان نعناع على هيدا الطبق بيكون صار في عنا وصفتين باستا جاهزين وفي عنا وصفة ايضا على النار كمان بلشت تتأشرف على نهايتها هيدا نحط لها كريم هاي صح شو بعدك نحط لها كريم ما نحط لها طلع طيبة ها وهيدا كريم حط ما تزعلي واذا بدك فينا نعملها صلصة بين الكريمة والبندورة كمان لا يلا رح نتركها هيك مع الكريمة طيبة ايه اوكي كانت شوي ناشفة مشي حالك ايه هلا بتغني طيب. بس كتير طيبة هلا انا حبيت حضر هيدي الصلصة عملت شي بصلصة بيضاء عملت شي بصلصة حمراء وعملت شي بدون صلصة لا بيضاء بس هيدي ولا حمراء هلا بروح اعملها يلا رح اجي اسكب كمان هيدا الطبق هيدا اخر طبق لحلقتنا لليوم مع الافوكا والسبانخ بهالشكل طبعا ما بدنا ننسى البندورة الكرزية اللي مع هيدا الخليط بهالشكل يس اوكي زيننا هي هذا يلا نزينها كمان رح جيب جبنة بهالشكل وايضا رح نجيب شوي من الخس او ورق الفجل هيدي ورق الفجل شيء كثير مهضوم لان لونه حلو صح طيب على السريع مع 30 ثانيه تذكرنا شو عملنا لانه كان في عندنا ثلاث وصفات اول طبق مثل ما شفتي المعكرونه بالخضار طبعا حطينا زيت زيتون مع زبده محصتوم على النار قلينا
توم، رجعنا ضفنا الجزر، الكوسة، الباذنجان، البروكولي، حطيناهم لحتى استووا، ضفنا الكريمة، ضفنا صلصة البيستو أو صلصة الحبق، وأيضا حطينا البني بعد ما كنا سلقينا. بس طبعا غدا أنا هون بذكر كل المشاهدين، بالنسبة للباستا نحن لازم بس بدنا نسلق باستا نسلقها مع رشة ملح صغيرة، منشيلها منبردها، بعد ما نبردها منحط لها زيت زيتون أو زيت نباتي. وإجباري نحن النوعية اللي منكون مشتريينها من السوق، نوعية الباستا بيكون مكتوب عليها كم بدها دقيقة على النار لحتى تستوي. طبعا هول ثلاث وصفات نحن خلص وقتنا، أنا بدي ودعك، بدي ودع كل المشاهدين. بشوفكم نهار التنين مع وصفات جديدة ووصفات السمك طبعا شهية ومختلفة مثل كل نهار تنين. صحيح بوميك أند، مرسي لك شايف مشاهدينا. بكرة طبعا استثنائيا ما رح تترافقوا مع عالم الصباح، بكرة عيد مرمرون إن شاء الله بينعاد على الجميع، على كل اللبنانية، وأكيد رح بيكون فينا المباشر لقداس العيد. إذا نحن بنشوفكم الأحد الساعة 10.